فدايحاد عصوب ايا كسو بحضي حير كاي قابت صوماليا دي الدستور كدل كويالا حسا اها تي واقال قفكي الدستور كاي حير كاي قابت صوماليا دوحكو حكومة ايو يري سوفيان تاكي او مال مهاني براح بلشادة قبصدي سلمر كاسين ورئيسيو اد افربادن ديبي حسا اها تي مانتا اي او درنيت وحا اوليا هاي حدي آن دونو وحان آديا كوح دارقاك حسادة على الشباب سيكا سباها اها تي مركي ديب لوب بارو حير كاي قابت صوماليا قيبتا كفسيغا دينتا شريعات الإسلام كما كو سلايسان تاي ميساكو ما سلايسنا مستر تاكي او قعان تاكو هايا بوغا لغا قري حيرك عقابتا سوماليات ايا وحا اوليا هاي حتى هدي اد هويدا كفساتو إلهي نغو مكاني شان اي تومنسانو حريغا ايا تاي كفسيغا وا حلال او قفكي لقبتا حبسي ايا لودا دعين ايا قبدي لكفسادا وح ملاحن حالكي لديه جري كي هوري غور او سومري هلا ديلو او شريعه الاسلام كا دستور كا لوغوما وافجين ايو يري ما داما حير كا عقابته سومالييت لغا سومين غوريي غالو اي ديمقراطي ايو ليهي سيدا ودا اوغناهي بارلمان كا فيدرال كا سوماليا حير كا كوفسيغا مورن بدن ايا كيميد اسلام ماركاسينه دد كا ايماده دنكاس اي مريكان كا ايا او دوداي ان لمرسيو اما اي بارلمان كا انسخيان حسا اهاتاي ديب ايا لو دغاي لكن سفيان تاكي ايا حد برنانكا كيني ان حيك عقابتا صوماليات ننكا كوفسيغا او قبي اهام بقالي هاي اسلام مركاسيني دادكا كوفسيغا قيسان ايا اما دادكا وحدا يا حتى قيبت عقابتا دادكا وحدا يا حتى انقا عانتا لغا قوينينين او للي يا هاي واحرك سوفيان او ورئيسي بدن بحيي ايا سيدوكا لوحا او مانتا شايغي هدي او ربو انو آدايو او ركا الشباب اما ننكاسي جريب حسا اهاتي وحا او ليا هاي انيغا جلب او مسعونو اما با انيغا او مسعودي انيغو ديباتو حوغن لي جيسدي حتى ما ادين ايو ليا هاي حدي ان كسو قدبنو ارينتا سوفيان بل ان ايغنو ننكا اي شريعادا ايو حيركا خابتا سومالييت اي دستورك الدولادا وحا اي كاقبتو كفسيغا شريعادا ايو حيركا خابتا سومالييت وسؤال تاغن فرقيغا او دحيو كفسيغا ماركا لا ايغو شريعادا اسلامكا ايو حيركا خابتا سومالييت وحان اسكو داي دونا ان ان وح كشيغنو اما با ان ايدي سو قدبنو كفسي وحا لولا جيدا قلمو قصب اه او ان شرعي اهين لولا جيستو قف دومر اه ايادو ان راليك اهين اما ان او قلان لغا هيسن شريعات اسلام کا كفسيغا وحي او کلا قيبسي لبا قيبوت انتا ان کا ارقني قدبا داسي او کلا احكو كفسي لو اديك سدي آلد وحدشا سيدا هوبكا نوعيدي سكال الدوان او اي كجيران تو ريدا كفسي ان لو اديك سن هوب كفسيغا آن لو أديكسان هوبكا وحو قادانا يا حكم كالسيندا او نقونا يا بقول جيدل هدي او سن غورسن اما ان نجح لغود ديلو هدي او غورسو مري ويلكا وحا انتاسي لغود داريا ان لغا قادو كان وح كفسدي مهركا قبدي او كفسدي كفسيغا لو أديكسادي هوبكا يا وحي لامدكا اه سيدا كعاد آياد صدوني سدحاد سورة دما إدا وحي قادانا يسا حكم كا او وحو نقونا يا دل ايادو قعمها ايا لغوها سي اسناف اهي لو قوين ايو وليبا لصور رارعين ايو سندكي لابوكوني افري طوانكي وحا ارينتاني فوليي محكمة الرعفانكا اي مكا المكرمة دالكا سعودي عربية كدب مركي ويل لان يرا اه كوفسي سمييي سي كستبها اها تي حيرك عقابتا صوماليات حدا وحاد اماليسا كوفسي كستا جيسو ان لغو حيريو او ماشا اي كما قانتهاي ان لدلو سوفيان وحا اوليا هاي حتى هدي اهويدا كفستيد حبسي او كليها ايا كسوغيا وانا قال خوفكي كردقما حيرك عقابتا صوماليات ايوليا هاي دا ودا محي كولتا هاي نغو صبير او فلو صودي على سيدة صومالي تيفي وحا بلان كو قادا يا نك املي راو ناس كو فرحدونو ابدو يو رجا كملي ويل ير او كتير سن سوفي ام اهل سنة والجماعة ايا وعد كو مري انو اسكو قرحين ايو شيخ عانكا شيخ امال اسلام مركاسين الشيخ مركو اسقرحية كدب ولا كل مايو نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم أرنتاسي أيان كاغا دعايا فضلا مركو رسو دوو ونا لجوك سلام رأهان تاني فلو سو ده على نسيدة صومالي تي في هدي عاد خيبت يوتيوب كداونا يسينا سبسكراب ده ويلير او بصحيرن اسلام مركاسينا كتير سن اهل سنة والجماعة اما سوفي اه ايا وعد كماري انو قبي اهان بيسو قرحين ايو عان كاه شيخ امال سيدو كلا شيخ امال ايا ويل كاسي او جواب اسلام مركاسينا وحا ويري براها بولشادا وحا كسو بحي ويل ير او نهايو شيخ ايا نسكو قرحين ايا اسلام مركاسينا نبيغا ايا لكل ميا صلى الله عليه وسلم حسا اها تي شيخ امال او سيهد ليا ايا وحا ويري صاحب بدي وحي يقول دهين ورميشا كعرر ويل كان ايا عدكي سكو بالله بسم الله الرحمن الرحيم وحان اهي ويل سوفي اسلام مركاسينا قادري اه ومدى صوماليد وان سلام ايا
waxa isoo gaartay in sheekhu malow imaanaya isla markaasina waxaan doonayaa in aan isku qarxiyo ayuu yiri si aan ula kulmo nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam sheekha ayaa muhaadara qaban raba ayuu yiri anigana waxa iga dhab ah in aan isku qarxiyo muhabbada aan qabo nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam waana la kulmaya iina soo duceeya ayuu yiri saa u aalo waa ii jeedaan adduunyo rajo kama lihi ayuu yiri wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi ayuu yiri waan isku qarxinayaa taas ayuu la yaabay sheekh umal isla markaasina waxa uu sheegay dadkaasi waxay aaminsan yihiin qaarkood waa wax aan marnaba la aqbali karin ayuu yiri sheekh umal oo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaasi wax jira ma aha isla mar ahaantaane cabsi ima hayso ayuu yiri wiil yar waxaa ka soo baxay social media leh sheekh umal baan isku qarxinahayaa markaan isqarxiyo nebi maxamed baan u tagayaa ii soo duceeya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان ذلك الصومالية ملك استأجوتين وحنيك السلام يا سلام سلام أنا وحنا هاي صوفيا أو قادرية وحيسو قاري إنو نكلي لها أمر إنو إماد دون كونس أو كوكوة دون محاضرة أنا وحي دوا وحي دوا محبوظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحي بلان كوكادا يا نك أمر لها ناس كوكرح دونا أبدو رجاء كمله ساو آلو وأوا إيجادين والله ثم والله والله ثم والله وان اسكو قرحدونا اديا اسكو قرحينا اديا دنتو هل يسود النبي قال الجراح اللهم صل وسلم عليه كل ذاتك وحيد هذا ورودادا وانت لو قرحني سو عربيده sheekha ayaa sidoo kale waxa uu soo qaatay isla markaasina ka hadlay gabdha banaan baxayay oo dhahayay waxaan caabudaynaa allah sidoo kale waxaan caabudaynaa nabiyullaah muxammed sallallahu calayhi wasallam iyo sidoo kale aabbaay qof ay ku tilmaameen si kastaba ha ahaatee sheekh umal ayaa waxa uu leeyahay dadkaasi waa dad baadiyaysan anigana ma ka cabsanaani in lay qarxiyo wiilkan ayaa baraha bulshada lasoo dhigay isla markaasina asigoo qoorta ku wata tusbaxyo badan waxa uuna leeyahay asiga oo dhaaranayo waan isku qarxinayaa iyo sida qosalka leh oo ugu jawaabay sheekh umal waxa uu leeyahay ninkaas wax ma dili karee allah ayaa dila hase ahaatee waxa uu leeyahay markii aan isku qarxiyo sheekha waxaan la kulmayaa oo aan markaan geeriyoodo nabiyullaah muxamed ayaan la kulmayaa soomaaliya ii soo duceeya ayuu leeyahay si kastaba ha ahaatee baraha bulshada waxa lagu wareejinaya qaarkood waxa uu leeyahay waa wax aan macno lahayn isla markaasina la aamini karin halka saaxiibadayda ay arrintaasi ka naxeen isla markaasina ay ugu yidhaahdeen war meesha ka soo carar dad badan oo waxaa jiro fikirro kala aaminsan isla markaasina qofka ka soo horjeedo uu hanjabaya amaba dhahaya waan isku qarxinayaa amaba waan dilayaa isku soo wada duubo sheekh umal ayaa waxa uu leeyahay qofka la caabudo oo keliya waa allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaah muxamedne waa in aad rumaysaa isla mar ahaantaana jidkii wanaagsanaay uu inoo jeexay aad qaadaa laakiin qabri lama caabudo qof shaqsi lama caabudo wax kale iska dhaaf qofka loo sujuudo waa allah qofka la caabudana waa allah si kastaba ha ahaatee wiilkii u soo hanjabay sheekh umal arrintiisa meeshaas ayay ku dhammaatay